الوبائي تحديدا في سليانا وأكثر دقة في منطقة الكريب. سي عماد مرحبا بك، إن شاء الله نهارك سعيد. صباح الخير لكل، مرحبا بكم، مرحبا مستمعي إذاعة جوهرة فيل. باهي سيدي، واضح لنا سي عماد لو تسمحت وشنو صحيح من الغلط فيما يتعلق بالطفرة البريطانية هذه، سلالة المتحورة لفيروس كورونا، قديش عدد الحالات المشتبه فيهم؟ مؤكدين ماهمش مؤكدين؟ اسكو الكريب اليوم بالحق معزولة ومسكرة بكلها وإلا لا؟ يا الصحة، حبينا نوضحوا الأمور في الكريب ونحط الأمور في إطارها. دونك بيان سور في إطار المراقبة الوبائية لاحظنا من يوم 28 فبري ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية لفيروس كوفيد. حسينا الارتفاع هذا هو ارتفاع غير عادي، معناتها من نهار 28 حتى نهار 8 مارس عملنا 124 تحليل، طلعوا منهم 59 نتيجة إيجابية. دونك نسبة الحالات الإيجابية كانت مرتفعة في حدود 47%. دونك احنا شو عملنا؟ قمنا معناتها بالتقطيع الجيني للحالات هذه، ومعناتها وجاتنا النتيجة انه ثم حالات اشتباه لوجود الطفرة البريطانية أو السلالة البريطانية. معناتها تم تسجيل 13 حالة اشتباه، لذلك احنا ديريكتوم معناتها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اجتمعت تحت اشراف السيد الوالي وخلينا اجراءات اللي ان شاء الله باش تكسر حلقة العدوى. بالنسبة للإجراءات هذه بيان سور، إجراءات هي منع التنقل من وإلى معتمدي الكريب إلا في الحالات الاستثنائية. قمنا معناتها بإجراء غلق المؤسسات التربوية العمومية والخاصة في المدة هذه، وإرزمان معناتها تطابق مع إن شاء الله مع العطلة. زادت فيه في الإجراءات من الإجراءات غلق ديار الأطفال والتدريب، منع كل التجمعات والاحتفالات والتظاهرات. كيف معناتها معناتها عملنا برنامج نتاع تقصي ديبيستاج دو ماس للحالات اللي فيها اللي عندهم اعراض واللي حتى اللي ما عندهمش اعراض. كيف معناتها قوينا من الكاباسيتي نتاع السيرفيس كوفيد هذايا، وحاولنا انه نوفروا كل الحاجات اللي تخلينا بحول الله نسيطروا على الوضع. الكريب هي توا مصنفة بطبيعة الحال كمنطقة ذات مستوى تأهب عالي جدا، بما أنه هو عدد الحالات يفوق 100 على كل 100,000 حالة. وتقريبا حسب القرارات اللي خذيتوها سي عماد فانه يعني المساله جديه جدا يلزم التعامل معها بالطبيعه، والكريب تقريبا معزوله. فقط حسب الدياغنوستيك اللي عملتوه سي عماد، الحالات الاصابه بالسلاله البريطانيه فيهم شكون كان البرة؟ معناها يعني خارج تونس ما فماش؟ اي صحيح، فيهم حاله كانت البرة من تونس، لكن ثم حالات اخرين اللي موجودين في منطقه الكريب. احنا هذا هو معناتها السلالة البريطانية، مازلنا ما عرفناش احنا كأندكس الحالة الأولى اللي جابت، معناها مش بالضرورة من الشخص اللي كان مسافر، معناها مادام هو حامل بالضرورة. هو مادام هو حامل الفيروس، إذا عدد المصابين هذوما الكل تسجلوا في المحيط اللي هو خالته، دونك منه هو راهو الحالات الايجابيه راهي ما عندهاش علاقه مباشره بالحاله هذه، راه ما عندهاش علاقه مباشره. دونك ما نجموش ناكدوا ونحن نقولوا راهو هو هو الحاله رقم الحاله لوك اندكس. واضح. شكرا لك دكتور عماد الصغيري كهيئة المدير الجهوي لصحه بسليان على كل المعطيات هذه اللي قدمتها لنا.